شهد اليوم الأخير من فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك أحداثا ساخنة داخل أروقة القلعة البيضاء، حيث تقدم حسين لبيب بقائمة موحدة ضمت أحمد سليمان وهشام نصر وحسام المندوه وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني بيرزي ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسنين ورامي السيد وحسين السيد، معلنين تقديرهم للتحديات التي تواجه الزمالك وإعلاء لمصلحة النادي لتوحيد الصف واستعادة الطريق الصحيح. كما تقدم الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق بأوراق ترشحه على منصب الرئيس، كما تقدمت الدكتورة ميرفت سيد أول امرأة مرشحة لرئاسة نادي الزمالك، كما تقدم كل من عبدالله جورج وهشام يكن على عضوية مجلس الإدارة فوق السن. وتأتي حالة الترقب داخل نادي الزمالك في ظل آمال معقودة على المرشحين للانتخابات لإيجاد حلول عاجلة للأزمات التي شاهدها النادي خلال الفترة الماضية، وهذا كان محورا هاما للمرشحين لمجلس إدارة نادي الزمالك. كان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك في 4 سبتمبر الجاري، وأغلق اليوم 10 سبتمبر انتظارا لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي في 20 أكتوبر المقبل. أنا شايف المشهد غابي، مشهد حضاري، والناس كلها مرشحين كلهم إن شاء الله ربنا يكرم الجميع. إحنا نازلين بقائمة عشان تخدم نادي الزمالك والمصلحة نادي الزمالك، ملقانا بالكفاءات في كل المجالات. احنا كل هدفنا حاجة واحدة، ان كل ابناء الزمالك يتكاتفوا، المنافسة بتبقى منافسة شريفة، وكلنا ما عندناش اي غرض وانا متأكد غير ان هم كلهم بيخدموا نادي الزمالك. انا اولى واحدة ان انا ارشح نفسي النادي الزمالك، يعني انا اقدم واحد موجود انا وحسن شحاتة في النادي دلوقتي، فظروف حسن ممكن ما تساعدوش ان هو ترشح. فاحنا من سنة 91 كابتن نور الدالي ما نجحش، لغاية دلوقتي ما فيش واحد بتاع كرة بقى رئيس النادي. هنحل طبعا الأزمة المالية، هي دي ما قالهاش حاجة تانية. حاجة إن أنت تدعم الفرقة، وإنه كل لعيبة ليها فلوس هتقدر تسددها، وحتى تتفاهم مع اللعيبة وتقعد وتكون صادق معاهم إن أنا هديكوا، إن أنا لعيب كورة، إديني ميعاد وإديني وعد وإديني وأنا أنفذ لك اللي أنت عايزه، لكن هتديني وعود وما تنفذش مش هتلاقيني في الملعب. دي حاجة. الحاجة التانية، النادي عليه ديون وعليه فلوس كتير قوي، احنا بنفكر ازاي هنجيب الفلوس دي، واحنا معانا طبعا مجموعه من لعيبه الكوره ومجموعه من رجال الاعمال موجودين في النادي هنا وبره النادي هيساعدونا. الحمد لله وجدت في نفسي المعايير اللي تقدر تدير هذه المكانه بشكل ايجابي. انا بنت من ابناء النادي، عندي انتماء ولاء عالي جدا. انا دراساتي العليا الدكتوراه بتاعتي في اداره المؤسسات والهيئات الشبابيه الرياضيه. انا زميل اكاديميه ناصر العسكريه، خبير استراتيجي في الاداره. تدرجت في كل الدرجات الوظيفيه داخل العمل بوزاره الشباب والرياضه، فلدي كثير من الخبرات العملية والناحية الأكاديمية اللي هتقدر تساعد في إدارة هذا المكان. كلنا زملكاوية، اللي يقدر يخدم نادي الزمالك مفيش مناصب لنا كلنا. مع حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومن صناع كرة القدم في نادي الزمالك لم يتراخ منصب إداري في مصر. فإحنا كلنا لخدمة نادي الزمالك. إحنا عملنا تصرف بسيط، أقل حاجة نعملها اللي إحنا نلم وحدة الصف. أدت اللي امبارح اللي انا شفته، المظاهره اللي انا شفتها من جماهير الزمالك ومن اعضاء الجمعيه، ان بقى في شمه امل او ريحه كويسه للزمالك جوه. يعني تصرف بسيط، الزمالكاوي امبارح حسوا كلهم ان نادي الزمالك دخل على مرحله ثانيه ان شاء الله. تجاربي السابقه في الانتخابات الحمد لله حصلت على ثقه كبيره من اعضاء الجمعيه العموميه، و يعني مش عايز اقول طلبوا مني او ما اعرفش ايه، انما هم ليهم حق عليا. الناس اللي وثقت فيا ان انا احاول ان انا ارد لها الجميل، ان انا اكون موجود زي ما هم ادينا ثقتهم، انا اتمنى ان انا ثقتهم مره ثانيه. الوقفه اللي احنا عارفينها ان احنا هندخل من خلال مجلس اداره او ايا كان عمل، لكن احنا لازم ننقذ النادي دلوقتي، لانه النادي في حاله من الفوضى الاداريه وحاجات طبعا ما فيش استقرار بقالنا فتره، تغيرات اللجان والحاجات دي كلها اثرت طبعا بشكل سلبي على النادي. النهارده محتاجين ان احنا اولادنا يتكاتفوا على ان احنا طبعا نرجع للنادي لينا، ونحاول نرجعه لجمهور نادي الزمالك اللي بينتظر ان نادي الزمالك طبعا ينافس بشكل كبير جدا المرحله القادمه. حته ان انا اخوض دي طبعا لان كان قرار للمجموعه، احنا كنا
يعني بنمهد ان احنا ممكن نخش الكلام ده لما كنا موجودين في اللجنه مع كابتن حسين لبيب، وكانت الامور ماشيه في اتجاه ان احنا لو ربنا سهل وكان في انتخابات كان من الممكن ان احنا نخش فيها. واعتقد ان يعني مع يوم ورا الثاني الامور ابتدت تتضح ان احنا لازم نبقى متواجدين. ليه؟ لان احنا كمجموعه او كلجنه كانت فاتت كنا متوافقين الى حد كبير جدا جدا جدا، فربنا سهل ان شاء الله ووفقنا وجمعنا بعض الاطراف من محبي نادي الزمالك اللي هم احنا كنا شايفين كمجموعه لما نتكون ونعمل قائمه واحده ونعمل جبهه واحده ممكن نقوم بنادي الزمالك في المرحله من المرحله اللي هو فيها. الفتره اللي فاتت اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك، احنا كابناء نادي الزمالك ابا عن جدا داخل النادي واحنا برضو جمهور درجه ثالثه، كانت فتره عصيبه جدا. فقلنا ايديولوجيه الدوله دايما بتقول الشباب الشباب، يبقى النادي الشباب برضو افكار جديده ورؤيه جديده تطور جديد. فقلت اخد التجربه ان شاء الله يكون في توفيق باذن الله. انا فوق السن وانا في الاول وفي الاخر بنت النادي وعضو الجمعيه العموميه اللي عايزه تخدم نادي الزمالك باي شكل سواء في الداخل او في الخارج. بس طبعا الفتره الاخيره والاحداث اللي كانت موجوده داخل النادي عملت حاله من التوتر داخل الجمعيه العموميه وكمان الجمهور الزمالكاوي اللي انا لازم اكون طبعا دعم ليه وحط في يعني افكار كتيره قوي. جمهور الزمالكاوي مهم لان هو داعم للنادي الملكي. بغلق باب الترشح نادي الزمالك يحاول كسر قيود ازماته التي استمرت لسنوات ليعود من ساحته القضائيه الى ساحته الرياضيه. والذي يدعو للتفاؤل هو اصرار المرشحين في نادي الزمالك على اعلاء القيم الرياضيه، الفن والذوق والأخلاق، ليدخل نادي الزمالك مرحلة جديدة برئيس ومجلس إدارة جديد يعرف جيدا قيمة القلعة البيضاء. هاني النحاس من نادي الزمالك لبرنامج على مسؤوليتي.